عندي الطرقات يلي هي كلها طفولتي، براءتي، كنت اتمشى عليها، روح على المشي كانت بعد سانت فامي على الجميزة قبل ما تطلع على الفنار، نيجي نتغدى بالبيت ونرجع نروح على المدرسة. هيدي الطريق يلي ودرج السراسة، درج المرنقولة يلي كنا نطلع عليه درجة درجة 200 ودرجتين لحتى نطلع على مرنقولة عند خالتي لفوق لحتى نقضي الوقت. هيدي الطريق تبع مرمخايل، بيت ستي على مرمخايل، نمشي كل هيدي الطريق وعلى شركة الكهرباء رايحين راجعين. يعني أنا عشت 40 سنة من عمري على طرقات الجميزي لما كان بعد عندي إجرتين. نحن بيروت تحت ما كنا نعطي الهم ناخد لا سيرفيس ولا ناخد سيارة ولا ما يحزنون. كانت التمشية من بيتنا على مرمخايل عند ستي هيدي شغلة كتير طبيعية، يعني نمشي مع الماما، كنا بعدنا 4 أولاد على أيام الله يرحمه خيي، وحتى بعدين من بعدها نتمشى رايحين عند عمتي وراجعين أو نطلع الدرج. يعني هيدي الطرقات بيقولوا أكل من إجرينا، شقف على سانت فامي، على الفرير مطرح ما كانت مدرسة خيي، على ليبريري سمير، على كنيسة السامتا يلي ما بعرف شو باقي منها، مسرح مارون نقاش ما بعرف شو باقي منه، درج مرنقولة. كنا كتير فخورين انه من الميتين تبع الدرج في اكتر بنيات اثرية ببيروت. ما بعرف في هون كان في دكان اسمه اسكندر، اطلعت على التلفزيون لقيته الحيط مبعوج لجوا. يا عمي عشنا كل الحرب، انا خلقت هونيك ما كانت بعد بلشت الحرب، بلشت الحرب بال 75، كنا بعدنا طفالة صغار، عشنا كل الحرب وانت بهقناص ويقنصوا علينا من برج المر وننام ساعة تحت طاولة القط السفرة لما ننزل على الملجأ وينزل الأزايف من كل المطارح، تجي أزيفة على بيت، تجي أزيفة تكسر شيء، بس هيدا المنظر إنه الأحياء بكاملها تصير على الطريق، هيدا المنظر تبع مرم خاي، هاي البنايات الحلوة يلي على شركة الكهرباء يلي على النهر، هيدي الجميزة. يعني تعرف شو حسيت جورج؟ انه انا نهار اللي فجروني اخدولي سرقولي حاضري ومستقبلي، هالمرة بالانفجار يلي صار على الجميزة يلي صار على البار سرقولي حتى طفولتي، ما تركولي شي. هيدا البلد اخد لي عمري، ما بقى في شيء تقدر تقول انه انا هون يمكن بقدر افكر غمض عيني شوف ذكريات حلوه وقول بركي هلا الحاضر بشع الماضي احلى. ما تركوا شيء، ما تركوا شيء بيشبه شيء، بيت امي كله على الارض، البواب تشلعت، راحت اختي لتشوف ما باقي مين يخبر على الجميزه، ما في شيء. يعني شيء بيوجع القلب، هول السيلو، هول الاهراءات تبع القمح يا عمي، هدول خلقت وموجودين. يعني بالنسبة لإلي إنه أقول افشوا هالمعلم الحضاري قديشون قديمين، هيدول السيلو البيض مثل ما هني، هيدا من أهم معالم بيروت.